لو انتي من اسكندريه تعالى اقولك على المكان ده المكان ده بيبيع جمله الجمله في الميكب في المنشيه عايزه لكم مفيش حاجه مش هتلاقيها وكمان لاحظوا ان هو جمله وقطاع يعني انتي لو بتشتغلي اونلاين او عايزه تفتحي مشروع صغير هتجيبي منه هتلاقي اسعارهم حلوه قوي كل انواع السبلاشات والكريمات هتلاقيها الاسعار يا بنات هناك هتلاقوا حاجات بخمسه وبعشره وفي طبعا اسعار تانيه ده غير ان هما عاملين عروض حلوه قوي على البارفانات والسبلاش عايزه اقول لكم كمان البارفانات الاوتلت موجوده هناك باحجامها كلها واللي هي طبعا الترندات الصغير والكبير والرجالي والحريمي كمان متوفر كله هناك قسم الاكسسوارات ده بقى في حته تانية خالص في حاجات حلوه قوي من اول سبعة جنيه ونص هتلاقي حاجات لبنوتك او ليكي لو انت عروسه بقى وبتجهزي فهاتي حاجتك كلها من هناك لانك بجد هتوفري مبلغ حلو انت اولى بيه تجيبي حاجه تانية زي ما احنا شايفين كل الترندات موجوده ده هتلاقي شمع توك كل حاجه ترند موجوده هناك المكان ده طبعا في المنشيه ولان المنشيه هي اصل الميكب فانا جبت لكم المكان ده النهارده المكان ده اسمه دريم دريم جمله من اول قطع موجودين في دريم في المنشيه على الترام الشارع اللي فيه اسم المنشيه على طول هتلاقوه تاني محل دريم سهله خالص